قبل ما نختم عاوز أفكركم في حاجة، عاوزين نطلع باتفاقات. أول اتفاق كل اللي خد كتاب هيقراه، فاللي خد 3 كتب هيقرا 3 كتب. الكتب اللي معاكم قيمة وتفرق للخادم، فأرجو إن احنا نقراها. تاني اتفاق كنا قلناه زمان أوي، إن كل خادم لازم كل سنة يوصل إنه يجيب 5 خدام جداد ما كانوش بيخدم. ما تاخدش حد بيخدم، تدور في الناس اللي ما بتخدمش وتشجعهم يدخلوا خدمة، ولما تبقى دريان بكل أنواع الخدمات سهل تسكن أي حد في أي حتة. لو هي مثلا سيدة متعلمة تقدر تشارك في ابدأ بنفسك، تقدر تشارك في حقق حلمك، تقدر تشارك في بنات الملك. لو واحد عنده إدارة وتخطيط يقدر يتشارك مع هشام في النجاح والتميز، ممكن في حقق حلمك برضو، ممكن في إعداد خدام. لو شاب جامعي يقدر يساعد في الكوتشنج، يقدر يساعد في البي بيرفكت مع الدكتورة ميرفت. يعني الأفكار كتير قوي، بحيث سهل انك تلاقي اي حد يتسكن في حتة. فمطالب من كل واحد فيكم يصلي ويدور في المعارف على 5 بيضات بدمهم للخدمة. وعلى فكرة ضم خادم مش عملية سهلة، ليه؟ لازم تتأكد انه تثبت، يعني تفضل معاه وتتابعه لغاية ما يستقر ويبقى خادم منتج ومقتنع وله دور. فتصوروا لو انتوا كلكم 300 واحد، كل واحد جاب 5، يبقى كسبنا 1500 خادم. وهو كده الحصاد كتير والفعل قليلون، واطلبوا من رب الحصاد يرسل فعل. والأمم الشاطرين قادرين على استيعاب كل الخدام. أنا بقول كل الخدام، الأمم الشاطرين بيعرفوا يستوعبوا الخادم، لأنه في قرى كتير، كنائس كتير، أنشطة كتير، فنقدر. فكرة تالتة بقولها، لو يقدر كل واحد فيكم يساعد في دخول برنامج في كنيسة أو قرية. يعني بالعلاقات ممكن تبقى أنت تعرف خدام نشطة في قرية ما دخلش فيها كوتشين، طب ما تساعد ان الكوتشين يدخل، او الحضانات، او ابدأ بنفسك، او حقق حلمك، او المشاريع. يبقى بالعلاقات انت لما تبقى قلبك على كل البرامج هتلاقي تقدر تساعد في دخول برنامج لمكان معين، كنيسة او قرية، من خلال ابونا الكاهن او الخدام المحلي. عموما انا بشكركم وفرحان بيكم ان انتوا جيتوا وباركتونا وقضينا وقت حلو وكسرنا حاجز الكورونا، وربنا يستر، لان الالتزام نص نص، كمامة اتركنت والتصوير بوظ الدنيا، وربنا يستر. لكن يعني كنا عاوزين نشوفكم كده كده. يقول يصنع خيرا، احنا نفسنا نطلع خطوة في عمل الخير، تبقى حياتنا فيها خير أكتر، خدمة أكبر، ونكنس كنوز في السماء أكتر. آخر موضوع عاوز أكلمكم فيه، وجوه مختلفة من داخل الكتاب المقدس. ربنا يسوع هو الوجه الأساسي في الكتاب. ربنا يسوع هو دايما بنبص عليه. في ناس عهد قديم وعهد جديد تشبهوا بالمسيح، فبقوا منورين، بقوا شكلهم حلو. وفي وجوه بعدت قوي عن صورة المسيح فتشوهت وازدادت سوءا. الإنجيل واقعي جدا، بيحكي لنا عن ناس حلوة قوي وناس وحشة قوي. الإنجيل واقعي، وعشان كده نفسي تتعلموا المبدأ ده. كل حكاية في الإنجيل اعملها مراية لنفسك. انت شبه الشخص ده إذا كان حلو في إيه؟ وبعيد عنه في إيه؟ الحلو يبقى شبه المسيح. طب بص على موسى، بص على داوود، بص قيس نفسك على الناس اللي هم شبه المسيح، زي ما بولس قال تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. لو لقيت شخصيات وحشة يكونوا شبهي، وتكون أنت وحش زيهم، يبقى برضه حتى الشخصية الوحشة اللي في الإنجيل بتعلمك درس. فيبقى الانجيل بتاعنا هو الفيسبوك بتاعنا اللي بنبص عليه، بس مش عشان لايكات،
ممكن تعمل لوقات بقى ايه لنوح وموسى وداود وكده، لكن مش مهم تعمل لايكات، المهم انك انت تبقى شبهه، تبقى لايك هيم، مش لايك هيم يعني تبقى بتحبه بس، لا تبقى شبهه. فانا اكلمكم عن 10 وجوه مختلفة في الكتاب المقدس، وكل واحد يقول انا اقرب الشبه لمين، لانه من محفزات الخدمة، من دوافع الخدمة، ان يكون في شخصية في حياتك بتحركك. يعني مثلا واحد بيحب مريمينة، فتلاقوا مريمينة دايما رفع ايديه كده، يقوم يحب الصلاة. واحد بيحب انبا برام، تلاقيه يحب يوزع. ليه؟ لان انبا برام مؤثر على شخصيته. واحد بيحب البابا كيرلس، تلاقيه غاوي تسبيحة وغاوي قداسات. يبقى تأثرك بشخصية بينعكس على حياتك، وده شيء جميل قوي، وده مدرسة الكتاب المقدس بتعمل كده. اول وجه كده انا احط قدامكم وجوه شرانية وجوه حلوة عشان ايه تقيسوا نفسكم. وجه شخصية صغير النفس او العدواني. صغير النفس احيانا يبقى عدوان، او عادة يصل الى نوع من العداء. كلنا عندنا درجة صغر النفس، والانجيل ذكرها في كلمة شجعوا صغار النفوس. لما صغر النفس يزيد قوي بيتحول الى اجريشن، الى عنف، الى غضب فظيع. خلي بالكم عندنا شخصية مشهورة، أول شخصية فيها صغر النفس واضح، قايين. لماذا سقط وجهك؟ قايين الغل بياكل قلبه، الحقد، كراهية، الغيرة. ليه؟ أبدا، هو شايف نفسه قليل. أم ربنا قال له أنت تقدر تعمل أحسن من كده، يعني ربنا شجعه. ما تشجعش، ولما ما تشجعش انتهت بمأساة. يبقى اي حد فينا عنده غل المقارنة او الغيرة، خاف على نفسك، لانها بتقلب عدوانية، بتقلب انك مش طايق ناس، انك متغاظ، انك نفسك يختفي من الدنيا. طب ده خطر جدا عليك. شاول الملك كان عنده نفس المنظر. شاول الملك رغم انه ملك عنده صغر نفس فظيع، يقارن نفسه بداود طول الوقت، وقلبه بيتحرق من الغل والغيظ. طب ليه كده؟ ده كان مسيح الرب، ده اول ملك، ده تلميذ صموئيل النبي، ده راجل خد الروح القدس، ما كانش المفروض يمشي كده. انما شاول الملك لما استسلم لصغر النفس، اهلا وسهلا، شكرا. عنديش صغر نفسي، عندي ثقة بنفسي، عندي حاجة كويسة. شاول الملك انتهى انه شخص عدواني، قتل كهنة وكان هيموت داود، وطبعا ضيع السم. هيرودس الكبير، هيرودس لما بنقول الكبير لان في اكتر من هيرودس، ده بتاع قتل اطفال بيت لحم. تخيلوا الراجل ده عنده صغر نفسي، ده بيغير من طفل ما شافوش، بخايف على كرسي، ده عامل مذبحة يحسن الناس تلاقي ملك غيره. ايه ده؟ ايه الجنون ده؟ كل ده بصغر النفس، رغم ان دول ايه؟ دول ملوك. عشان تعرف ان صغر النفس ما يعرفش فقير ولا غني ولا امكانيات. ممكن واحد يبقى انجازاته كتير قوي بس عنده صغر نفس فظيع، ما عندوش ثقة بنفسه، وعنده ميل للغل والكراهية. اذا الانجيل حط لنا صور كئيبة كده، بيقول لنا حاسبه حاسبه من المرض ده، لانه كل قتلاها اقوياء. خطية دي بالذات اول ما تقع في مقارنة وغيرة هتقلب بغل، هتقلب بعدواني، هتضيع ابديتك. احط صورة عكسية بقى، صورة الطيب المسالم البسيط الوديع، وما اكثرها في الانجيل بقى. اولهم هابيل بقى، هابيل ده الطيب الغلبان اللي بيعمل اللي ربنا بيقوله، في الاخر موتوه تمام، بس هابيل ما بيموت. صوت دم اخيك صارخ الى يوم الارض، ده هيفضل منور في السماء على طول. يوسف النجار تحسه نفس النوع ده، النوع اللي هو الايه، مسالم جدا، طيب بجد، كل الناس بتجمع انه شخص في حاله وديع. ما نفسكش تبقى كده؟
ده ده الوش التاني بقى بتاع شاول الملك وهيرودس الملك، ده بقى الوجه البريء قوي اللي يحب يعمل خير وخلاص، اللي في الدنيا مش لازم يبان ولا يشتهر ولا يتعرف ولا في شخصية تالتة أحكي لكم عنها، واحد اسمه أبي مالك وساعات تتقال أخي مالك. ده الكاهن اللي كان في زمن داود، وداود هرب عنده، كان سمول عايش لسه، وكان الراجل ده طيب قوي. فلما جاله داود هربان استضافه في الدير عنده، وبعدين شاول جابه يحقق معاه، انت بتخبي داود مني؟ فقال له اخبيه ليه؟ ده داود ده الراجل بتاعك. قال له لا، انت بتخبيه مني، انت بتتآمر عليا. ابو مالك بمنتهى البساطه قال له انا بحبه والراجل ما عملش حاجه غلط وبيحبك وانا ما فيش حاجه، اما موته هو وعياله كلهم. وده اللي ذكره المسيح له المجد لو تذكره في موضوع السبت، عشان يقول لهم الموضوع الحرفية ده مش حلو. قال لهم في زمن داود، داود في زمن أبي مالك دخل أكل خبز الوجوء اللي ما كانش يحل أكله إلا للناس اللي إيه للكهنة. ده يورينا قد إيه الشخصية دي طيبة أوي. داود قال له طب بقالنا يومين ما أكلناش. قال له طب يا ابني أعمل إيه؟ ما فيش غير خبز الوجوء. قال له ما احنا برضه يعني ولاد ربنا. قال له طب خد يلا. فهنا تحسوه شخص طيب ومسالم. طب انت عندك ده ولا عندك صوره من الوحشين؟ ندخل على وجه ثالث. انا ببتدي بالوجه المؤذي وبعدين انقل على الوجه المريح، وكل واحد فينا يقول انا اقرب لايه؟ وجه القيادي المتسلط. من 30 سنه كده كان اول مره اقرا كتاب في القياده والاداره، فخفت. قالوا دايما الشخصيه القياده تميل للتسلط. خوفتني الجمله دي قوي، واكتشفت ان معاهم حق، لان الانجيل وصف ناس فيهم نواحي قياديه لكن لو انحرفت تبقى مؤذيه جدا. من اشهرهم فرعون مصر. فرعون شخصيه قويه قيادي، بس ده بتاع موسى مش فرعون يوسف. فرعون يوسف ده شخص كويس قوي، لكن فرعون موسى ده شخص عنيد جدا لانه بيعتبر نفسه ربنا. ده منتهى العند، بيشوف معجزه كل شويه وبيكابر. اوعى تكون كده، اوعى يكون الحق واضح قدامك وانت راكب دماغك ومش راضي، لان ده عنده اسوه قلب. حتى لو كان قوي وناجح، لا هو في الاخر انتهى نهايه وحش. كان في شخصيه ثانيه، واحد اسمه يربعام. انا بحكي حكايات من الانجيل بالمناسبه. يربعام ده اول واحد عمل ثوره على بيت داوود، بيت سليمان. بعد ما سليمان مات يربعام كان خد ناس وهرب. لما جه رحبعام، يربعام تآمر ان يسرق المملكه كلها ونجح، خد 10 اسباط وراه. لكن يربعام عشان يخلي الناس تسمعه عمل هيكل للاوثان وقال لهم مشوار الهيكل بتاعنا بعيد قوي، خليكم على الاوثان. هو اول واحد نشر الوثنيه في مملكه اسرائيل. ده كل ده عشان يحافظ على كرسي كقائد. كان متسلط وعدواني وشراني، رغم انه كان ربنا بيبعت له رسائل ما كانش بيستفيد. ايضا هيرودس الثاني اللي هو في زمن المسيح له المجد، او في زمن يعقوب، تفتكروا اعمال 12 في هيرودس انتيباس ده اشترك في قتل المسيح، وفي هيرودس بقى اللي قتل يعقوب وكان هيقتل بطرس. كل دول شخصيات يعني فيها قيادة لكن قيادة متسلطة عنيدة. احنا عاوزين قيادات في الخدمة بس مش عاوزين النوع ده خالص. في بقى الوجه الثاني للقيادي المنقاد بالروح. ده اجمل شكل بقى للقائد في الخدمة الناجح. ممكن تبقى شخصية قيادية بس مفيش تسلط، مفيش مركزية، مفيش فردية، مفيش قلب قاسي. أشهرهم طبعا نوح. نوح كان شخص قائد قوي لأنه مستقل، مصر على قراره، بيعمل الفلك، بيشغل عياله، واقف للدنيا كلها. دخل الفلك في الوقت المناسب، طلع من الفلك هو آدم جديد. لكن ما شفناش في نوح أي ناحية تسلط أو عدوانية أو انفعال. موسى النبي ممكن نقول موسى كان
قياد من النوع الأول وبعدين تحول إلى قياد من النوع الثاني. كان في الأول عنده بوادر تسلط وكبرياء يوم ما أتى للمصري، بعد سنين لا بقى قيادي بس روحاني ينقاد بالروح. فشفنا مثلا قائد بيسوق 600,000 واحد أو 600,000 عيلة بوداعة بالتضاعة بهدوء من غير عصبية ومن غير ما يتخانق ولا يتسنك. بطرس الرسول ممكن نعتبر شخصية قيادية، وطبعا بعد الرسولية أو بعد نعمة الروح القدس لقيناه شخصية قيادية مفرحة متواضع يحايل الناس وجريء ياخد مواقف، ودخل على كرنيليوس وفتح خدمة الأمم ورجع حايل إخواته اليهود عشان ما يخصمهوش، ووقف في ظهر بولس في أعمال 15. إذا بطرس بعد ما كان قيادي مندفع بقى قيادي منقاد بالروح. ربنا ما شالش منه روح القيادة، بالعكس استثمرها. عشان كده تحس إن القديس بطرس دايما له كلمته وله حضوره، لأنه قائد، قائد قوي. وحتى إنه أعطي له حكاية خدمة اليهود، بقى هو رسول اليهود، رسول الختام، فكل اليهود بقوا مسؤولية بطرس الرسول. أنا تاني بعمل يا جماعة زي بقلب على صفحات كده واتفرج على وشوش وأقول أنا فين من دول؟ أنت قيادي، طب قيادي زي هيرودس ولا موسى؟ أنت مسالم ولا عدواني؟ تميل ليه أكتر؟ وجه آخر هو ما وجه المنقاد أو التابع أو الخواف. ده وجه بيتكرر في الكتاب برضه. الشخص الفالور، الفالور اللي هو يمشي ورا حد ما يقدرش يمشي قدامه. طب ده ليه عيوبه؟ ده خطير جدا. ليه؟ شخصية هارون الكاهن، فاكرين هارون طول ما كان موسى قدامه هارون ده عظيم، طب موسى غاب بقى الشعب قدامه عملنا عجل دهب، يا نهاري ازاي يا هارون كده؟ ولما جه موسى يلومه قال له ما ضغطوا علي، لا لا ده انت اول كاهن في العهد القديم في رتبة الكهنوت الحقيقية يعني. انما هنا الشخصية التابعة خطر جد، اللي هي تمشي مع اي طيار، لو جيت عليهم غريب نمشي وراه بدل صوتهم عالي، ازاي يا حبيبي؟ لا مثلا شخصية زي صدقية الملك، صدقية ده اللي كان في زمن أرمية، وأرمية أقنعه إنه بابل جاية ولازم نسلم حقنا للدماء، اقتنع وقال له ده قرار ربنا، قال له أه، ربنا بيقول نسلم لأنه خلاص في غضب، بدل ما تبقى في بحور دم وفي سابيوم. صدقية كان جبان قدام المستشارين بتوعه، فرغم ثقته في أرمية وانه متاكد ان اللي بيقوله النبي ارميه هيحصل، ده ارميه حذره قال له يشيلوا عينيكوا هيموتوا عيالك قدامك، وهو صدق ما قدرش يعمل كده. ليه؟ تابع للمستشارين، هم بقى مش عاوزين يسلموا، عاوزين حرب مع بابل، كل ده بقى ايه تكسر وضاع. يا ترى انت شخصيه تابعه ولا مستقله؟ انت خواف فأي حد يمشيك، ولا انت ماشي ورا الحق وتقدر تبقى قوي وقت اللزوم؟ المقابل ليها مش التابع بقى، التلميذ. في فرق بين التلميذ والتابع. التابع ده شخص ضعيف الإرادة بيمشي ورا حد، التلميذ ده شخص حكيم بيختار يمشي ورا مين. في الإنجيل مليان تلميذ، مليان أليسع تلميذ إيليا، يشوع تلميذ موسى، تلاميذ المسيح، نقعد نقول في البستان مثلا أو في المجمع أنبشنودة رئيس المتوحدين وأنبويسة تلميذه أنبانتونيوس وأنبابولس تلميذه. ليه؟ لأن هنا التلمذة دي حاجة حلوة قوي. التبعية الغشيمة دي مؤذية جدا، إنما التلمذة بوعي دي حاجة كويسة جدا. أشهرهم طبعا يشوع اللي كان بياخد نفس خطوات موسى، وبالتالي بقى له اسم كبير في التاريخ لأنه كان تلميذ حقيقي. أليشع نفس الكلام، كان تلميذ نجيب لألي النبي وخدت منه الروح. يوحنا الحبيب رمز رائع للتلمذة اللي يلزق في المسيح ويقلده في كل حاجة.
وربنا يسوع حفظ الآخر القرن الأول عشان يكتب الإنجيل ويكتب الرسائل ويكتب الرؤية. يا ترى احنا الصورة دي تركب علينا؟ انت في تلمذة في حياتك؟ انت في شخصيات كده قدام عينك بتتعلم منها وبتقلدها؟ ولا الموضوع مش على بالك؟ ولا انت من النوع التاني التابع؟ التابع دي تخوف قوي، لان ممكن تمشي وراء حد يضيعك. وجه اخر من وجوه الكتاب وجه الطماع او الاناني، زي مين مثلا؟ زي لوط. لوط ده اتربى في بيت كويس، ولوط كان ممكن يوصل انه يبقى رجل الله زي ابونا ابراهيم، انما لوط طمع والرعاة طمعوه اكتر، وابتدت الارض تبقى اغلى عنده من ابونا ابراهيم ومن اله ابونا ابراهيم. طب حاسس يا حبيبي، لأن لوط ده كان كويس، وكان كويس قوي في الأول، لكن في الآخر دفع ثمن كبير قوي لأنه وقع في طمع وأنانية. شخصية أخرى غامضة وكده في سفر العدد، بلعام ابن بعور. إزاي بلعام بيقول نبوءات عن التجسد مظبوطة؟ إزاي بلعام بيسمع صوت ربنا؟ ده بلعام ده كان ممكن يبقى نبي وقديس، إنما طماع، عاوز ياخد الحلاوة. حتى تعبير الحلاوة دي في الإنجيل يعني إيه؟ عاوز رشوة، عاوز فلوس بأي ثمن، حتى إنه يطول الشعب كله، يضيع الناس كلها، بس أهم حاجة عنده الهداية. حسد، لأن كان في ناس على درجة روحية إنما ضاعت خالص بسبب الطمع. الشاب الغني الذي مضى حزينا، لا طب ده كان عنده رغبة كويسة، ده كان ممكن يبقى راهب وقديس، مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثير. الغني الغبي، الشخص ده ربنا اداله كتير قوي، كان ممكن يعمل خير كتير ويبقى له كنز في السماء، الحي هو غبي لأنه طماع. أنت فيك طمع؟ فيك أنانية؟ مركز زيادة مع نفسك؟ أنا تاني بعمل إيه يا أحبائي؟ بستعرض معاكم صور كتير قوي لغاية ما تحس إن الصورة دي أقرب صورة، أو الصورة دي مخوفيني من نفسي. خايف أكون أقرب من الصورة دي، خايف أكون الجبان التابعة، خايف أكون الغيور اللي كل صغر نفسه مقارنة، خايف أكون يعني طماع وأناني ومصلحتي قبل أي حاجة. الوجه الآخر بقى العكس، وجه الكريم ده بقى أبونا إبراهيم، ده أبونا إبراهيم ده اللي بيدلدق على طول كده، ده اللي بيدلدق المسيح في بيته إضافة الغرباء، ده اللي يذبح بإيده الخروف، ده اللي رغم غناه الشديد جدا الفلوس رخيصة عنده قوي وكرم غالي. طب أنت في الحتة دي؟ دي عجبة ربنا الحتة دي. طب بس فيك خد منه إسحاق نفس الطبع، يعقوب خد شوية لكن إسحاق كان شبه أبوه أوي. الحتة دي كمان داوود، داوود كان من عيلة بسيطة، إنما ده حوش مليارات عشان بناء الهيكل. ولما شاول مات بقى دور على مين من عيلة شاول يكرمه، ورجع كل أراضي شاول لما في بوشس. طب انت مش مطالب تعمل ده كله، ده كرم، ده سخاء. شخصيات بتعجب ربنا قوي. واحد زي السامري الصالح ده كريم الطبع، ده واحد بينقذ واحد على الماشي، ده اللي يقول يصنع خيرا، ده واحد في السكه بيموت فضى نفسه وانقذه. الى اي مدى انت الوش ده يركب عليك، الشخصيه دي؟ ولا انت بتعتبر بقى ايه، ان العطاء زياده عبط، ولا استغلال من الناس، ولا بتحسبها ازاي؟ وجه اخر هو وجه المتهاون او المستبيح. الشخص اللي ايه الامور الروحيه دي عنده رخيصه شويه، والغلط سهل بالنسبه له، على قمه الشخصيات دي عيب، لان الكتاب وصفه انه مستبيح، وصفه بالوصف ده، قال عليه ان ده كان مستبيح. مش لانه باع الدنيا بطبع عطس، لا، هو بطبيعته ما عندوش مبادئ قوي. في واحد تحس ان الكذب سهل عنده، والرشوه سهله، والصور الخليعه سهله، واللخبطه سهله، يقسم الشخصيات دي.
وارتبط بستات من الامم كانوا ورجعين قلب اسحاق ورفقه. طب ايه الوثنيات؟ تدخل وثنيات فاول ابونا ابراهيم. ايه ده عيسو ده؟ ايه اللي ده؟ عشان كده عيسو ده اختفى في التاريخ، اللي هو ابو الادوميين. قال ان عيله ادوم بالذات هي بدايتها من عيسو مع الاجيال، يعني مسافه 1000 سنه تقريبا ما عادش ليهم. في وقت يعقوب واسرائيل تكاثروا جدا، عيسو كان زي يعقوب بالظبط. عيسو خد بركه في جيله، بعد كده هي تقلصت حتى كاد يختفي. بيحتار دلوقتي في قصه الادوميين دول فين موجودين، فين دلوقتي في العالم؟ اليهود موجودين. شخصيه سليمان تعبر عن الاستهانه او الاستباح. يا ترى انت ممكن تبقى مستبيح زي واحد شاف المسيح بعينيه وكان احكم واحد في زمانه، وبعدين ابتدى يتدلع، ابتدى يفوت لروحه، ابتدى يستحل الغلط، في الاخر كده يهلك بنخ الاوثان. ده عمل عكس اللي كان بيقوله في سفر الامثال والحكمه. لولا ان لحق تاب ابو نهايه عمره ورجع لعقله. من امثله الاستباحه او التهاون الشديد اولاد عالي الكاهن. دول ولاد كاهن وكاهن كويس، لكن بيعملوا ابشع ما يمكن في الهيكل، وبياخدوا رشاوي وبياخدوا حاجات وحشه قوي. اذا الانجيل واقعي بيحط لنا امثله صعبه وامثله حلوه. اخيرا بقى احط قدامكم مثل الخادم المدقق عكس المستبيح بقى، الوش الحلو بتاع اللي بيخيف ربنا، اللي دق قوي في رضا ربنا، اللي اقل خطيه ترعبه تزعجه، اللي نظره عينه تقلقه، اللي فكره تعدي على دماغه توتره، اللي لو اثر في عمل الخير ضميره يتعبه. نفسنا نوصل للشخصية دي بقى. المدقق الذي يخاف الله. من أولهم بقى شخصية يوسف. يوسف كان الشر سهل جدا حواليه، لكن كان مدقق جدا. كان يغلط بكلمة ولا فكرة. وكان مستقيم، كان رجل صلاح. عشان كده كان ناجح، والدقة دي ساعدته جدا في إدارة حكومة مصر ساعات. بعدين دانيال من يومه تحسوه منتهى التدقيق، صيام بالمسطرة وصلوات في مواعيدها وسجدات وهو راجل عجوز، ونصف زهد بالثلاث اسابيع. ايه ده؟ ده انت في بلد غريبه ومزبي والدنيا كلها مفوته. لا لا، يبقى هنا في شخصيات عظيمه عملوا خير في زمانهم لانه كان عندهم فضيله خوف الله والتدقيق. صاحب شعار اصلكم بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، يقول اما انا فاضبط نفسي في كل شيء، في كل شيء بينضبط. ده راجل مدقق جدا. انا كل اللي بعمله عاوزكم انتوا بتقروا الانجيل وانتوا خدام دايما كده عيشوا مع الشخصيه شويه. كل شخصيه في الكتاب كده بص لها من زاويه ايه الحلو اللي فيها وايه العيوب اللي فيها، وبعدين اعمل ريفليكشن على نفسك. انت فين من شخصيتي؟ فيك ايه حلو منه؟ وفيك ايه وحش منه؟ لا تكون زي هارون الكاهن. هارون ده حاجه حلوه قوي بس في عيب فظيع، ولولا ربنا ستر كان هارون ده ضاع. انه بيمشي ورا الناس بياخدش رايه لوحده وهكذا. يبقى كل شخصيه في الكتاب خليها مدرسه بالنسبه لك. ومن هنا تصاحب الشخصيات تلاقي نفسك منقاد ورا شخصية موسى مثلا، منقاد ورا شخصية بولس. وعلى فكرة اللي بيغرق في شخصية من الكتاب بتنطبق عليه من غير ما يحس. وتاني كل شخصية حلوة في الإنجيل هي صورة مبسطة من جمال المسيح، وكل صورة سيئة في الإنجيل هي صورة بعدت قوي عن كمال ربنا يسوع. ربنا يدينا نعمة إن احنا نحب الإنجيل أكتر ونطلع منه بفايدة أكبر، وننتهي بكلمة نقول نصنع خيرا لغاية ما نكمل رحلتنا على خير. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.